بمناسبة الدخول المدرسي لسنة 2023-2024 سطرت مخطط أمني وقائي خاص بهذه المناسبة عبر تواجد مختلف التشكيلات الأمنية في الميدان، قطاع اختصاص تواجد 1624 مؤسسة تربوية، يتم تأمين وصول التلاميذ وأيضا أوليائهم بالإضافة إلى الطاقم الخاص بالمؤسسة التربوية عبر كل الطرق الرئيسية والطرق الفرعية المؤدية إلى هذه المؤسسة التربوية، بالإضافة إلى تواجد أمام مؤسسات فرق الأمن العمومي تعمل على تسهيل حركة المرور وتفادي الكثافة المرورية بالقلب من المدارس وأيضا تفادي الركن العشوائي للسيارات. هناك أيضا فرق الشرطة القضائية تقوم بتأمين التلاميذ على مستوى محيط المدارس.